مرحبا بكم. في هذا الفيديو سأشرح مقالا إخباريا من موقع VOA. عنوان هذا المقال: Snowstorms Flank US with Northeast California Digging Out. المقصود هنا أن عاصفة ثلجية Snowstorm تضرب جهتي الولايات المتحدة. Flank تعني جانب الشيء، فلانك، واستخدمت هنا بمعنى فعل، يعني ضربت الجانبين، جانبي الولايات المتحدة الشرقي والغربي. With Northeast California digging out، و Northeast يعني الشمال الشرقي، وكاليفورنيا التي توجد كذلك في الشرق، digging out يعني يخرجان من هذه العاصفة الثلجية. dig تعني يحفر، dig out يخرج شيئا بالحفر أو يخرج بالحفر. يعني المقصود هنا بأن نورثيست وكاليفورنيا غرق في الثلج، والآن هما يخرجان من هذا الثلج، من هذه العاصفة. كما تلاحظون هنا في أن هذا العنوان مختصر، يحمل مجموعة كثيرة من المعلومات رغم أنه مختصر، يتم اختصار هذه العناوين الإخبارية والصحفية بإزالة الكلمات الغير ضرورية، مثلا إزالة prepositions وإزالة حروف أدوات التعريف the وإلى غيره. heavy snow bookended the United States on Tuesday with a late season storm bringing a messy morning commute to the Northeast and California residents digging out or in some cases simply stranded after yet another storm. عاصفة ثلجية أو ثلوج كثيفة heavy snow bookended the United States on Tuesday يعني سقطت. هنا المقصود ببوكيندد هو فعل نستخدمه لوصف شيء يقع في البداية وفي نهاية شيء آخر. هنا المقصود بأن الثلج، لأن هذا هو آخر موسم الثلوج، سقوط الثلوج نهاية الموسم، فالثلوج سقطت في بداية الموسم وكذلك في النهاية، يعني هنا بوكيندد سقطت كذلك في النهاية كما أنها سقطت في البداية. bookended the United States، لا يمكنني أن أترجم هذا الفعل لأن لا توجد له ترجمة أو لا يوجد له فعل مماثل في اللغة العربية، لذلك فالمقصود هنا وقعت في البداية وفي النهاية كذلك. سنرى بعض الأمثلة قبل أن أكمل شرح هذه الفقرة. The movie is bookended by scenes of the main character sitting on a park bench reflecting on his life. يعني هنا الفيلم بدأ بمشاهد الشخصية الرئيسية main character وهو يجلس في مقعد في منتزه يفكر في حياته. يعني الفيلم بدأ بهذا المشهد وانتهى به كذلك. The album is cleverly bookended by two instrumental tracks that create a sense of cohesion. يعني هنا هذا الألبوم بدأ ب two instrumental، يعني بدأ بinstrumental track وانتهى كذلك بinstrumental track، يعني مقطع موسيقي. The story is bookended by the protagonist's childhood and old age, which serves to highlight his journey and growth. هنا المقصود بأن الصورة، القصة بدأت بطفولة البطل وانتهت ب old age، شيخوخته. bookended with a late season storm bringing a messy morning commute to the northeast. يعني عاصفة وقعت في آخر الفصل late season storm bringing a messy morning مؤدية لتنقلات صباحية أو رحلات صباحية فوضوية messy فوضوي. commute المقصود بكلمة commute هي الرحلة الصباحية التي يقوم بها الناس
إلى عملهم، وكذلك رجوعهم من العمل commute. Travel some distance between one's home and place of work on a regular basis. يعني التنقل اليومي الذي يقوم به الشخص من وإلى عمله كل يوم. And California residents digging out, or in some cases simply stranded after yet another storm. وسكان كاليفورنيا, California residents digging out, يخرجون بالحفر, يعني يحفرون طريقهم خارج بيوتهم أو مساكنهم. Or in some cases simply stranded, أو في بعض الحالات محصورين, محتجزين. Stranded, stranded, محصور, محتجز, غير قادر على الخروج من مكان ما. Stranded after yet another storm, بعد عاصفة أخرى. Heavy snow bookended at the United States on Tuesday, with a late season storm bringing a messy morning commute to the Northeast and California residents digging out, or in some cases simply stranded, after yet another storm. While not a blockbuster storm by regional standards, the Northeast felt what could end up being the most significant snowfall of what has so far been a mild winter. The brunt of the storm hit Boston as the Tuesday morning commute commenced. على الرغم من أنها ليست عاصفة ضخمة, blockbuster. Blockbuster كلمة تستخدم لوصف فيلم أو إنتاج ضخم أو أي شيء ضخم. Storm, blockbuster storm, عاصفة ضخمة. على الرغم من أنها ليست عاصفة ضخمة, blockbuster storm, by regional standards, على حسب المعايير الإقليمية. The Northeast, الشمال الشرقي, felt what could end up being the most significant snowfall, أحس بما يمكن أن يعتبر أو أن يكون أكبر تساقطات ثلجية. The most significant أو أهم تساقطات ثلجية. Of what has so far been a mild winter, لما يعتبر لحد الآن شتاء معتدلا. Mild, mild winter, شتاء معتدل. فعل end up, could end up. End up يعني ينتهي به المطاف, ينتهي به الحال. ما قد ينتهي به المطاف أن يكون the most significant snowfall. Significant يعني مهم. Significant. The brunt of the storm hit Boston as the Tuesday morning commute commenced. أسوأ جزء من هذه العاصفة ضرب بوسطن يوم الثلاثاء أو صباح يوم الثلاثاء عندما بدأت الرحلة الصباحية للناس. كميوت سبقا شرحناها, هي الرحلة الصباحية والتنقل اليومي للعمل, وكذلك الرجوع من العمل في المساء. كميوت, كميوت. The brunt يعني أسوأ جزء من هذه العاصفة أو أسوأ جزء من أي شيء. The brunt كما نرى هنا في القاموس. Brunt, the worst part or chief impact of a specific action. Education will bear the brunt of the cuts. Brunt. The brunt of the storm hit Boston as the Tuesday morning commute commenced. A winter storm warning covered parts of the Northeast, including Connecticut, New York, Massachusetts, New Jersey, and Rhode Island, with heavy snow forecast through Tuesday afternoon. تحذير من العاصفة الشتوية. A winter storm warning. Warning, تحذير. غطى أجزاء من الشمال الشرقي بما فيه ولاية كنيتيكت, نيويورك, وماساتشوستس, نيو جيرسي, and رود آيلاند, مع توقعات لتساقطات ثلجية خلال يوم الثلاثاء بعد الظهر. Through يعني خلال.
forecast تعني توقع. forecast with heavy snow forecast. snow forecast توقع تساقطات ثلجية. most of the nation's flight cancellations or delays were concentrated in the northeast early Tuesday. there were about 450 flight cancellations in the US and over 500 delays according to flightaware.com. معظم الرحلات التي تم إلغاؤها أو تأخيرها تركزت في الشمال الشرقي باكرا يوم الثلاثاء. cancellations يعني الإلغاء. cancellation delay التأخير. flight cancellations or delays إلغاءات وتأخيرات رحلات الطيران. معظم هذه flight cancellations or delays were concentrated يعني تركزت were concentrated in the northeast early Tuesday. there were about 450 flight cancellations. كان هناك حوالي about كلمة about تعني حوالي 450 حالة إلغاء لرحلات الطيران in the US and over 500 delays according to flightaware.com. حسب أو طبقا لما يقوله موقع flightaware.com. Boston could get 5 inches 13 centimeters according to the weather service. as much as 10 inches 25 centimeters were forecast in western Massachusetts and parts of Connecticut and Vermont. Dozens of school districts in Massachusetts closed or delayed opening, WCVP-TV reported. Massachusetts Governor Maura Healey directed all non-emergency state employees in the executive branch to stay home Tuesday, her office said. كلمة dozen بدون جمع dozen تعني 12 و dozens تعني مجموعات من 12 يعني مجموعات كثيرة من 12 لكنها تستخدم كذلك بمعنى الكثير من dozens of school districts يعني الكثير من المناطق التعليمية. school district المقصود بها منطقة تعليمية، مثلا عندنا في المغرب نقول مديرية school district. dozens of school districts in Massachusetts closed or delayed opening. أغلقت أو أغلقت أو أخرت الفتح، لم تفتح، تأخرت في الفتح. WCVB TV reported. Massachusetts Governor Maura Healey. Governor هذه اختصار لـ Governor يعني الحاكم. حاكم ولاية Massachusetts. Maura Healey directed all non-emergency state employees. أمرت كل موظفي الولاية state employees الذين لا يعملون في مجال طوارئ non-emergency state employees في الفرع التنفيذي in the executive branch أن يبقوا في البيت يوم الثلاثاء to stay home Tuesday. كما قلنا هذا الخبر قديم يعني مرت عليه ثلاثة أيام، لذلك فنحن نتحدث عن Tuesday الماضي، الثلاثاء الماضي. her office said يعني هذا ما قاله مكتبها. By early Tuesday, parts of New York City saw an inch or so of snow, some of the first snow to stick to the ground this season. The worst was over before sunrise, and a mix of snow and rain was expected Tuesday morning in the city, making for a slippery commute, NY1 reported. By early Tuesday, يعني مع الصباح الباكر ليوم الثلاثاء, parts of New York City, أجزاء من مدينة نيويورك, saw an inch or so of snow. شهدت inchen, inch هو 2.54 سنتيمتر. ربما هي بوصة باللغة العربية. نقول بوصة. هي شهدت inch من الثلج. or so of snow. أو حوالي ذلك. an inch or so of snow. بوصة
أو حوالي يعني بوصة من الثلج. Some of the early عفوا some of the first snow to stick to the ground, وهو بعض من أوائل الثلوج التي التصقت بالأرض. To stick to the ground, to stick to the ground يعني تلتصق بالأرض. This season, هذا الفصل. The worst was over before sunrise. يعني أسوأ مرحلة من هذه الثلوج كانت قبل ظهور أو شروق الشمس. Sunrise, شروق الشمس. The worst was over before sunrise. الأسوأ كان قد انتهى. Was over before sunrise. And a mix of snow and rain was expected Tuesday morning in the city. وخليط من الثلج والمطر كان متوقعا في صباح الثلاثاء في المدينة. Making for a slippery commute. مما يجعل الرحلة اليومية commute للعمل. كما قلنا سابقا commute هي الرحلة اليومية للعمل. لا يوجد لها مقابل في العربية. مما يجعل هذه الرحلة منزلقة. أو مما يجعل التنقل للعمل زلقا. Slippery. Slippery يعني زلق. جاءت من كلمة slip التي تعني الانزلاق أو ينزلق. Slip. At the other end of the country, California dug out yet again. يعني في جزء آخر من البلد يعني من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عفوا كاليفورنيا dug out yet again. يعني كاليفورنيا حتى هي غطيت بالثلوج إلى حد أن الناس حفروا طريقهم للخروج من بيوتهم. dug out yet again. San Bernardino County, east of Los Angeles, declared a state of emergency amid the latest snow event after many mountain residents were trapped in their homes over the weekend. وفي مقاطعة سان برناردو، الولايات المتحدة تنقسم إلى الولايات المتحدة الدولة تنقسم إلى ولايات states، وكل ولاية تنقسم إلى counties. County. وهذه الكاونتي أو مقاطعة سان برناردو التي توجد في شرق لوس أنجلوس east of Los Angeles declared a state of emergency. أعلنت حالة طوارئ. Declared a state of emergency amid the latest snow event after many mountain residents were trapped. وسط أحداث تساقط الثلوج الأخيرة. Amid. Amid تعني وسط. أو ماذا هو المعنى؟ وسط. The latest snow event. Event الحدث. يعني حدث ثلج الأخيرة. يعني حدث سقوط الثلوج الأخير. After many mountain residents were trapped. بعد أن حوصر العديد من سكان الجبال. Residents. سكان. Mountain residents, سكان الجبال, were trapped in their homes, حوصروا في بيوتهم, over the weekend, خلال عطلة نهاية الأسبوع. Heavy snow stranded hundreds of motorists at higher elevations. الثلوج الكثيفة, heavy snow, الثلوج الكثيفة التي سقطت, حاصرت المئات من ركاب السيارات أو من سائقي السيارات. كلمة motorist تعني سائق السيارة. فهذه الثلوج الكثيفة heavy snow stranded. Stranded يعني جعلتهم محصورين غير قادرين على الخروج من تلك المنطقة التي هم فيها والتي هي higher elevations ارتفاعات عالية. Elevation تعني ارتفاع. Higher عالٍ لأنهم في مناطق جبلية. KTLA TV reported dozens of elementary school children were stranded at a science camp in Crestline for nearly a week. But buses escorted by the state highway patrol eventually evacuated them. Dozens of elementary school children. العشرات أو الكثير من
تلاميذ المدارس الابتدائية elementary ابتدائي were stranded تقطعت بهم السبل were stranded at a science camp in Crestline في معسكر أو مخيم علمي في Crestline for nearly a week تقريبا لأسبوع but buses escorted by the state highway patrol لكن حافلات buses مرفقة أو رافقها دورية من يعني دورية الطرق السريعة للولاية eventually evacuated them قامت في النهاية بإجلائهم evacuate يعني usually يزيل شخصا من منطقة الخطر evacuate to remove someone from a place of danger for example a place where there has been an earthquake or a war something like that evacuate والاسم هو evacuation الإجلاء إزالة الناس أو ترحيلهم من منطقة فيها خطر حرب أو خطر زلازل أو فيضانات وما إلى ذلك The country fire department used specialized snow vehicles to reach people who need critical medical care إدارة الإطفاء fire department fire department يعني المكلفة برجال الإطفاء المخصصين بإنقاذ الناس وعادة ما ليس متخصصا فقط في إنقاذ الناس من الحرائق لكن كذلك من الفيضانات ومن الكوارث الطبيعية الأخرى The County Fire Department إدارة الإطفاء في المقاطعة used specialized snow vehicles استخدمت عربات ثلج متخصصة كلمة vehicle المقصود بها كل وسائل النقل التي تستخدم على الأرض مثلا سيارات شاحنات حتى الدراجات vehicles إذا استخدمت specialized snow vehicles to reach people who need critical medical care يعني استخدمت للوصول to reach للوصول للناس people الذين يحتاجون لرعاية صحية مهمة يعني الذين هم في حالة خطرة who need critical medical care كلمة medical care تعني رعاية صحية أما كلمة critical ففي هذا السياق تعني يعني يحتاجون رعاية صحية كبيرة لأنهم في حالة خطر كلمة critical لديها معنيين أساسيين إما تعني خطير مثلا critical case حالة خطيرة وتعني كذلك مهم جدا critical ما تبقى من هذا المقال لن أقوم بشرحه كلمة كلمة سأشرح فقط بعض الكلمات الأساسية في الفقرة وسأقرأها دون شرح كامل The new series of storms arrived even as parts of California were still digging out from last week's powerful storm which added to a massive snowpack left by a siege of atmospheric rivers in December and January. أولا سنشرح كلمة snowpack و atmospheric rivers. A massive تعني كبير جدا هائل huge أما snowpack فهو كما نعرف snow هو الثلج snowpack هي كتلة ثلجية عادة كتلة من الثلج على الأرض وتكون صلبة snowpack atmospheric rivers أنهار جوية أو نهر الغلاف الجوي سنذهب إلى هذا الموقع ونقرأ تعريفا لatmospheric rivers باللغة العربية نهر الغلاف الجوي يشبه إلى حد كبير النهر الذي يتحرك فيه الماء فوق الأرض بينما النهر الجوي هو تيار من بخار الماء يتحرك في السماء فهذه الأنهار الجوية عبارة عن مناطق ضيقة وطويلة نسبيا ومتدفقة من الغلاف الجوي تحمل بخار الماء خارج المناطق المدارية وعندما تصل إلى اليابسة فإنها غالبا ما تطلق بخار الماء هذا على شكل مطر أو ثلج إذن مجموعة
الأعاصير storms arrived even as parts of California were still digging. يعني وصلت إلى كاليفورنيا في الوقت الذي لا تزال فيه كاليفورنيا مغطاة أو متأثرة، أو يعني تحفر كما قلنا قبلا digging out، تحفر للخروج من العاصفة الكبيرة التي مرت في الأسبوع الماضي. From last week's powerful storm which added، الشيء الذي أضاف، which added يعني الذي أضاف، to a massive snowpack left by a siege of atmospheric rivers in December and January. A cold weather alert was declared for valley and mountain areas north of Los Angeles as overnight temperatures were expected to plunge below freezing for much of the week. Shelters were opened for residents without access to warmth. كلمة valley، الوادي، المقصود بها هنا valley area، هي منطقة واسعة وتكون منخفضة، عادة ما تكون بين الجبال. كلمة alert تعني الإنذار، alert. A cold weather alert was declared، يعني تم الإعلان عن إنذار بطقس بارد، cold weather أو حالة تأهب لطقس بارد، for a valley and mountain areas، للمناطق الجبلية والمناطق المنخفضة. North of Los Angeles، في شمال لوس أنجلوس، as overnight temperatures were expected to plunge، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لما تحت الصفر أو لدرجات تحت درجة التجمد. Temperatures درجات الحرارة were expected، من المتوقع أن تنخفض تحت درجة التجمد. To plunge below freezing for much of the week، خلال معظم الأسبوع أو معظم أيام الأسبوع. Shelters تعني المأوى، shelters المأوي أو الملاجئ. Shelters were opened، فتحت للسكان، for residents، الذين ليس لديهم مكان دفء أو مكان دافئ، without access to warmth. Residents without access to warmth. Warmth الدفء.